يا دكتورة، الأعراض واضحة جدا إن هي انتيروتوكسيميا. شفت الجزء من الأمعاء ده المسود ده اللي لما فتح ونزل دم كتير، ده دايجنوستيك يعني 99% نقدر نقول الحالة دي انتيروتوكسيميا لسببها كوليستيريديا. فاحتمال بقى إن الحملان ما رضعتش سرسوب مثلا، إن المفروض إن هي بتاخد الأنتي بوديز من الأم المحصنة عن طريق السرسوب، او التطعيم مثلا ما كانش محفوظ كويس، او ما نوع الري ما اداش جرعه مظبوطه. يعني في مشاكل كتيره ان هي ممكن تخلي الحملان اللي مولوده يجي لها انتيروتوكسيميا رغم ان الامهات محصنه. فالحل دلوقتي السريع ان انا اعمل تحصين للحملان ان شاء الله حتى من عمر يوم ما فيش مشكله، لكن الافضل من بعد عمر اسبوع ان انا اعمل ادي جرعه اوليه كوفاكسين 10 مثلا او كوفاكسين 9 او اي نوع من التحصينات اللي هي بتاعت الكوليستريديا، واكرر الجرعة تانية بعد شهر، ادي جرعة منشطة بعد شهر. ده الحل الوحيد. طبعا المضادات الحيوية والحاجات دي ما بتلحقش تجيب نتيجة عشان اعالج حالة تيروتوكسيميا، لان الحيوان بيموت على طول. ماشي، لو في حاجة تانية ابعتيلي.